أحبتي الأكارم، صباح الأنوار والبركات والخيرات. هذا الفاصل الجميل اللي ينبع عن عمل والنشاط الصباحي ونشاط العمل وخروج الشباب والرجال إلى الأعمال بكل أشكالها وألوانها. العمل سواء كان عمل وظيفي أو عمل مهني أو أي عمل إنسان يشتغل. أكو مفكر ياباني ذكرني به زميل المخرج من خلال هذا الفاصل، هذا الفيلسوف الياباني أستاذ مالك، نسيت اسمه، شين هون خلينا نقول شو اسميه يعني من هذا النوع شين وين هن هم كلهم إيش طبعا. يقول إن شعوب الدنيا أو تلك الدول التي تمتلك ثروات، تلك الثروات توجد تحت أقدامها، أما نحن في اليابان فثروتنا تكمل في رؤوسنا، نفكر فمن خلال التفكير نغير فنفعل من لا شيء شيء. جيد. بالفعل، فالعمل والنشاط والحركة شيء جدا جميل، أنه لازم نكون دائما دؤوبين ومن الناس اللي نحب العمل، وحب العمل راح يؤدي أيضا إلى النشاط وإلى التطور أيضا. إلى أنت إذا أنت كنت تنبل، يعني خلي بين قوسين، أكيد راح يكون عملك أيضا تنبل. أعوذ بالله. أحبتي الأكارم، خبر الصباح جدا خبر لطيف وجميل وأنيق مثلكم إن شاء الله، ألا وهو غسيل الكلى. نسمي الله سبحانه وتعالى الشفاء 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 يا ربي بحق سيد الشهداء ومريضي كربلاء الإمام زين العابدين لكل المرضى إن شاء الله. غسيل الكلى للأطفال مجانا في منازلهم، هذه المبادرة الجميلة واللطيفة والرحيمة حقيقة التي يقوم بها العتبة الحسينية المباركة بكل كوادرها، وخصوصا متولي الشرعي سماحة الشيخ مهدي الكربلاء. حقيقة هذا خبر صباح اللي حبينا ننقلها لكم واللي حبينا نتحدث به عن مالك. يعني خلينا نتحدث عن هذا الموضوع اللي إذا نشوف حقيقة، خصوصا غسل الكلى، يعني اللي ما يعرف عنه هذا فشيء آلام مبرحة. هاي الغسل الكلى إحنا هسه أنا وياك، واللي ليش يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. الإنسان أمير المؤمنين يقول نعمتان مفقودتان الصحة والأمان، ذقت الطيبات كلها فلم أجد أطيب من العافية، وذقت المرارة كلها فلم أجد الأمر من الحاجة إلى الناس. الإنسان المريض راح يصير محتاج دائما إلى الناس، محتاج إلى الطبيب، محتاج إلى الدكتور، محتاج إلى أنهم من يحن عليه ويعطف عليه. العتبة الحسينية بهذه المبادرات الجميلة بهذا الخبر اللطيف حقيقة خففت أو حافظت على ماء وجوه الكثيرين حقيقة. وهذا نعم حيدر، يعني مبادرة جميلة. هي سابقا كانت أعتقد قبل عام بسنة 2023 بأنه علاج الأطفال وغسيل الكلى للأطفال مجانا، اللي يقوم يتكفل به هو مركز سلامتك الخير التابع للعتبة الحسينية المقدسة. طورت هذه المبادرة في هذا العام، واللي يعني آدب عليها وأطلقها سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي كربلاء دام وتوفيقاته، بأنه يذهبون إلى منازل تلك الأطفال لعلاجهم وتقديم لهم هذه المبادرة الجميلة. وإن شاء الله أكيد العتبة يعني دائما مستمرة بهذه المبادرات الجميلة. بالتوفيق لهم.